هذا وكان فخامة الرئيس جاير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة وصل إلى البلاد اليوم في زيارة لمملكة البحرين. التقى خلالها بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وكان في استقبال فخامته لدى وصوله سعادة الدكتور عبد اللطيف راشد الزياني وزير الخارجية وعدد من المستقبلين.